اهلا بكم معنا مشاهدينا مره تانية بعد الفاصل. ما زلنا معاكم ولايف كلينك. افكركم تاني بطريقه التواصل عن طريق التليفون 1480 من اي موبايل، وعلى 09841 من اي تليفون ارضي، وصفحتنا على الفيسبوك برنامج لايف كلينك بالعربي. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل الفاصل ان احنا فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن القدم السكري ومضاعفات الخطيره للقدم السكري، اعراضها ازاي نجنب حدوثها، كل ما يخص هذه القدم المهمه جدا. معانا الدكتوره رانيا السيد، استشاري العلاج الطبيعي وسمنه بطب القصر العيني. مساء الخير يا دكتوره رانيا، اخبارك ايه؟ دكتوره رانيا، يعني موضوع القدم السكري ده يمكن بقالنا كده كام سنه حاجه بسيطه لسه ابتدينا نتكلم فيه، لكن زمان كان بيحصل بتر للقدمين وما كانوش يعرفوا ايه الاسباب، وفجاه يقول لك اصلها جالها غرغرينه. عارفه زمان بقى والافلام بتاعت زمان، معلش انا بحب اتكلم دايما بالعامي وبالمعلومات اللي الناس تفهمنا بيها. ايوه، ولحد دلوقتي القدم السكري يعني مش ناس كتيره داخله فيه يعني في علاجه. وبيوصل ناس كتير، احنا عشان احنا في الفيلد فبنشوف ناس كتير بتوصل لكده لو ما تلحقوش وتعالجوا صح. طيب لو ما تلحقوش وتعالجوا صح، احنا هنقف عن الجمله دي. ان كتير جدا بنسمعها من الدكاتره، بس بيبقى اتس تو ليت، الوقت اتاخر جدا. بالظبط، تيجي تقول لها انت ازاي سايبه رجلك كده طول الوقت ده، صح كده؟ بالظبط كده. طيب خلينا بقى نعمل فلاش باك ونروح من الاول. بالظبط، يبتدي ازاي اي ست عندها سكر او اي رجل عنده سكر يبتدي يعتني ازاي برجليه، وعشان ما نوصلش للمرحله دي. وتقول لنا بقى كمان، وهندخل كمان للي برده عشان يبقوا معانا مشاهدينا، ايه الاخطاء الشائعه، ايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها ممكن توصلنا لا سمح الله للمرحله دي. تمام. اولا السكر هو عباره عن اضطراب في عمليه التمثيل الغذائي للكربوهيدرات نتيجه لنقص افراز الانسولين او مشكله في العمل بتاعه. نعم، تمام، دي في البدايه. طيب الاول يعني ايه قدم سكري؟ يعني ايه الكلمه دي وجت منين وبتحصل ليه؟ بتحصل لانه الناس اللي عندهم سكر دون في عندهم مشكله قلنا في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. تمام. فاذا الجلوكوز اللي موجود دون بيتحول لماده اسمها السوربيتول. الماده دي اول حاجه بتدخل تعملها تعمل تلف في الخلايا العصبيه. تمام، يعني اللي عندهم السكر بيبقى اصلا عندهم سوء تغذيه، يعني نسميها يعني ان التغذيه ما بتوصلش. ما هو لو هو بقى مش منظم اكله ومش ماشي في السكه بتاعه تنظيم الاكل، الانسولين في المواعيد في المواعيد بتاعته بالظبط، هي كلها سيركل واحده. طب بندخل بعد كده نقدر المعلومه اللي نفهمها ان السكر بياكل الاعصاب. بيعمل تلف في الاعصاب وبيأثر على اهم حاجه اللي سببت التلف ده ايه؟ لما يكون السوربيتول ويكون نقص الاكسجين الواصل للخليه ده بيعمل مشكله، بيعمل ضيق في الاوعيه الدمويه. تمام. والمشكله ان هو ما بيعملش الضيق دون في الاوعيه الدمويه الكبيره اللي هي السيستميك، اللي هو لو انت خدتي اي دواء ممكن يحسن لك الاوعيه الدمويه دي. لا، بيعمل مشكله في الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه الدقيقه اللي هي حتى الادويه اللي بتتاخد بالاورر عن طريق الفم ما بتجيبش نتيجه فيها، لان الادويه كلها بتشتغل على السيستميك سيركيليشن اللي هي الدوره الدمويه العامه مش الدقيقه، والدقيقه هي اللي بيبقى فيها المشكله. طيب تمام، يبقى هي كمان بيصاب الشعيرات الدمويه الصغيره او بالزبط. الدقيقه جدا اللي هي مش الكبيره نقدر نعالجها بسهوله. بالظبط. تمام. طيب ايه اللي مطلوب من مريض السكر؟ اول حاجه العنايه، اول حاجه هناخد منها العنايه طبعا بالاكل والشرب، دي يعني نمبر 1. لان ما ينفعش ان انت تبقي عندك سكر وتبقي مش ملتزمه في اخذ مواعيد الجرعات بتاعت الادويه. ما ينفعش ان انت يبقى كل حاجه عايزه تاكلي حلو بتاكلي في الوقت اللي انت عايزاه، عايزه تاكلي اكل كتير بقى رز ومكرونه ونشويات بشكل مبالغ فيه، لان دي كلها في الاخر كربوهيدرات وفي السيركل بتاعتها جوه الجسم تتحول لجلوكوز. فهندخل في نفس المشكله. والعلاج حتى العلاج اللي احنا بنقدمه، احنا عاملين طريقه علاج جديده في العلاج الطبيعي للمشكله دي، انا عامله فيها رساله الدكتوراه بتاعتي. طب ده حلو قوي، ما انا عشان كده بقول دايما كل يوم بنحاول نجيب الجديد والجديد في الابحاث وعلم الحديث. طب قول لنا ايه بقى الجديد في الموضوع؟ احنا زي ما اتفقنا انه في التهاب الاعصاب الطرفيه لمرضى السكر دون بيحصل نتيجه لضيق في الشعيرات الدمويه. التهاب الاعصاب الطرفيه لليدين والقدمين ولا القدمين؟ دايما فقد الاحساس لمريض السكر بياخد شكل جوانتي في الايد، وياخد شكل شراب في الرجل. وياخد شكل شراب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اشتكي ايه شكل التنميل اللي انا حاساه دون؟ بيأثر اول حاجه على الاحساس. عندنا نوعين من الاحساس، احساس سطحي واحساس عميق في الجسم.
اللي عنده سكر بيتاثر النوعين دول من الاحساس. يعني احيانا بنلاقي في ناس صوابعها مثلا بتتني لوحديها وما بتقدرش تفردها، مش حاسه بيها. هو احنا الترتيب الاعراض في الاول بيحصل ايه؟ تنميل، تقل في الايد او في الرجل، فقد للاحساس، دي مرحله متاخره. رابع حاجه بقى يبدا يحصل التقرحات لا قدر الله، لو احنا كل ده احنا مش مهتمين بالاعراض دي. وهي دي اصلا المشكله الكبيره بتاعت القدم السكري، انه اعراضها ما هياش في بدايه اعراضها ما هياش مفزعه. بمعنى ايه؟ انا حاسه بشويه تنميل، انا حاسه بشويه تقل في رجلي. واحنا عندنا العيان طالما ان انا ماشي على رجلي ويعني والدنيا ماشيه، ما دام انا لسه على رجلي فماشي، اول ما رجلي خلاص ستوب. فدايما الحالات دي ده عيب، انه المرض ده طريقه بدايته يعني طريقه مخيفه. مخيفه بمعنى ايه؟ ان هي سهله زياده عن اللزوم. فالواحد ما بيكتشفش غير بعد ما يكون ايه، حصل كومبليت اوبستراكشن، خلاص الاوعيه الدمويه اتقفلت تماما. يبقى ندخل بقى في السكه الثانيه اللي هي لا قدر الله بقى اللي هي الغرغرينا والبتر والقصه دي، لان ما الاوعيه الدمويه اللي بتدي هتكون في الحاله دي اتقفلت تماما. طب خلينا ناخدها مرحله مرحله وما نخوفش المشاهد اللي عنده السكر. بالظبط. طيب دلوقتي انت ابتديت تحس تنميل بايديك ورجليك، كهرباء او كهرباء، يقول لك فعلا بحس بحاجه عصب كده، حاجه نار بتجري المكان بتاعها. قلنا ايه؟ في الحته اللي بتلبس فيها الجوانتي في الايد والشراب في الرجل، ده المكان بتاعها. حد معقول كده هيحس بتنميل، هيحس بكهرباء، هيحس بألم، هيحس بوغز، كأن في دبابيس. كل دي الأعراض المبدئية اللي احنا لو شفناها. يعمل ايه بقى الأعراض المبدئية؟ يجري على الدكتور مين بقى، العلاج الطبيعي ولا دكتور السكر؟ احنا لا، احنا كلنا هنشتغل مع بعض كتيم ورك واحد. ليه؟ لأن زي ما عرفت في أول الحلقة فريق عمل متكامل. قلت ايه؟ ان انا مثلا بدأت مع طريقة العلاج اللي احنا هنتكلم عنها. نعم. لو هو السكر بتاعه مش مظبوط، فالأكسجين هيروح للأوعية الدموية قليل، وهتبدأ تتقفل الأوعية الدموية دي. نعم. وهتبدأ ما تضخش دم كويس. لو هو مش منظم السكر بتاعه، يبقى أنا بشتغل بفتح الأوعية الدموية في طريق، وهو بيقفلها عليا من الطريق التاني لو هو مش منظم السكر بتاعه. طب أنتوا بتفتحوا الأوعية الدموية دي بقى بإيه؟ هنقول بقى دلوقتي الأدوية. أصل أكيد اللي بيتفرج معانا دلوقتي إيه يعني، بتعملوا إيه يعني؟ أكيد سؤال على باله يعني. بصي، احنا في نوع في الطب الحديث، هو يعني الجهاز ده مش معروف قوي، او نوع العلاج ده مش معروف قوي. انا جبته في رساله الدكتوراه بتاعتي من بره. بنعالج بحاجه اسمها مونوكروماتيك انفراريد فوتو انرجي. دي معناها الطاقه الضوئيه احاديه اللون. نعم. الطاقه الضوئيه احاديه اللون ده عباره عن جهاز، في حاجه اسمها زي فوتون لاينت موجود فيه، زي حاجه يعني حاجات كده بتطلع موجات، يعني موجات فوق صوتيه. يعني هي موجات ضوئيه احاديه اللون. احاديه اللون. طب ناخد عصام قبل ما ندخل في العلاج. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عصام، اتفضل. من فضلك والله عايز اكلم الدكتوره في حاجه. استاذنك تعلي صوتك. اكلم بس الدكتوره في حاجه. سامعينك يا فندم، اتفضل. طب من فضلك والله انا راجل مريض سكر. السكر بتجاب بيجي معايا حدوده في الفاطر 190. معلش ممكن اسكت؟ والصايم بيوصل معايا حوالي 110 120. طيب الخط اتقطع. هو كان لسه بيشرح السكر عنده درجاته ايه. طيب الجهاز ده حضرتك جبتيه من بره، بتعالجه ازاي بقى بيه الاطراف؟ احنا بقى بنحط البادات، الباتس بتاعت الجهاز ليها باده بتتحط على الاوعيه الدمويه اللي فيها الضيق دي. في عندنا شريانين رئيسيين بيبقوا فيهم، هم اللي فيهم المشكله. يعني ايه؟ هم مش لازم نقولهم بالعربي، هم البوستيريور ارتري والدورسال بيدس ارتري، ده هم الشريانين المسؤولين عن المشكله دي. بيتحط الجهاز دون على الاوعيه الدمويه دي، فيبدا الهيموجلوبين اللي جوه الاوعيه دي بيمتص الموجات دي. تمام. هيقوم يزود البلاد فلو، الدم، تدفق الدم، تدفق الدم في الاوعيه الدمويه دي. طيب. تمام. يعني هو بيحفز الجسم، يعني بيحفز الضوء ده اللي بيدخل ده بيحفز الشعيرات، الدم داخل الشعيره اللي فيها المشكله. تمام. لان احنا قلنا ان المشكله هنا مش في السيستميك سيركيوليشن كلها اللي هي العامه، لا، في شعيرات دمويه. طيب احنا قلنا كل مشكله القدم السكري في الشعيرات الدمويه الضيقه جدا، الدقيقه جدا. دي هي الجهاز ده هو اللي بيوسعها وبيخلي الدم يدخل، بيخلي الدم يتدفق بطريقه عاميه جدا عشان نفهم. بالظبط كده. وفي حاجه تانية برضو، يعني ده بيلحق الحاله من الاول، ده قبل ما تقفل خالص احنا بنسلك ده. بصي، بيلحقها في حاله ان هي لسه التهاب اعصاب طرفيه. ده بنعرفه عن طريق جهاز رسم توصيل الاعصاب.
بنقيس توصيل العصب ونشوف كفاءة العصب قد ايه. تمام. وبعد كده بعد كده بنقيس برضو بحاجة اسمها المونوفيلمنت، ده جهاز بيقيس قوة الإحساس. تمام. احنا في انهي مرحلة من فقد الإحساس. تمام. بعد فترة المشكلة دي لو اتثبت هيبدأ يؤدي لضعف العضلات بتاعة المفصل. لو سيبنا الموضوع في الأول ما يبقاش فيه ضعف عضلات، تبقى الأعراض زي ما قلت لك في الأول تنميل وحاجات من دي، بعد كده هيبدا يؤدي ايه الى ضعف عضلات ايه المفصل نفسه، يبدا عضلاته تبقى يعني ما يحركش ايده خالص مثلا، يحس ان ايده ضعيفه خالص، ايدي مش قادره لو ستت مش قادره اعصر الهدوم، لو المشكله في الرجل مش قادره تشيل الشنطه مثلا، مش قادره تشيل الشنطه بتاعتها. واحيانا في ناس يقول لك انا مش قادره امسك الموبايل على ودني. بالظبط. اول ما بمسك الموبايل شويه بحس اي حاجه فيها مجهود زياده، لانه طبعا الدورة الدموية فيها مشكلة، وبالتالي الأعصاب اللي الدورة الدموية دي بتديها فيها مشكلة، وبالتالي بعد شوية العضلات كمان فيها مشكلة. طيب لو أنا ابتديت لحقت، لو احنا بنتكلم بقى خطوة خطوة للي كمان متابعينا اللي ممكن يقولك لا أنا لسه وصلتش الحالة دي بس أنا ابتديت أحس فعلا حاجة بتشكيني، لو احنا ابتدينا من المرحله الاولى دي، دايما الكشف المبكر حتى في سرطانات الثدي حتى في كل حاجه يقول لك مهم جدا مرحله العلاج، لو ابتدينا مشكله لو قلنا المرحله الاولى بتتحل وبنعملها بالجهاز الضوئي ده، بعد كده بنكمل عليها بقى مدى الحياه ولا مش هرجع تاني؟ احنا بنعمل الجهاز الضوئي ده وبنعمل معاه حاجه ثانيه اسمها كومبريشن ثيرابي. ده بيعمل ايه؟ علاج لا كومبريشن ده علاج للرجل عن طريق ان هو حاجه فعلا بتعمل زي بامبنج زي جهاز الضغط فعلا. دي بتزود حاجه اسمها الفينوس ريتيرن، بمعنى ايه؟ الدم اللي خارج من الاورده رايح للشرايين. ده بيزيد. دي جلسه مثلا كل قد ايه؟ ده الجلسه دي بتبقى يوم بعد يوم. بنبدا بقى على حسب بقى الحاله هي في انهي مرحله من المراحل اللي احنا قلنا عليها، على حسب عدد الجلسات. بنبدا 3 مرات في الاسبوع من شهر لحد 3 شهور. طيب تمام. ناخد معانا تليفون. استاذنك سما. اوكي. الو الو، ازيك يا سما؟ الحمد لله. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتوره؟ انا على حد. حلو اسمك يا سام. شكرا. اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره. اتفضلي. انا عندي السكر بقالي 18 سنه. انت عندك كام سنه؟ 25. شكل صوتك صغير. جالي من وانا صغيره. فانا اتجوزت عندي 20 سنه والحمد لله خلفت على طول، وبنتي كويسه ما فيهاش حاجه يعني. طب الحمد لله، ربنا يديمها نعمه. الحمد لله. بس انا المشكله مش عارفه، حملت مرتين بعد كده وكنت لوحدي يعني ينزل لوحدي، ومرات انا حامل وخايفه بقى من موضوع ان ينزل تاني لان كله قاعد يقول لي السكر هو السبب. البيبي بينزل. البيبي بينزل يا سما يعني؟ نزل لوحده. نزل لوحده. طب احنا كانت فقرتنا اللي قبل دي على طول يا سما عن الحمل، وكان معانا دكتور نسا وولاده. انا كنت بتصل بيك وقالوا لي بتنمو الفقره. طيب انا هحولك للكنترول لان ده بعيد عن موضوعنا. انا كنت هسال برضو على موضوع السكر. لا عشان رجلي انا بتلسعني. دي ده موضوعنا دلوقتي. ما هو بسبب السكر انا عارفه، بس مش عارفه اعمل ايه في اللسعان اللي في رجلي دوت. هتبدأي يا سما بس طبعا ما تكونيش حامل في الوقت بتاع الجلسات، هتبدأي تعملي الجلسات اللي احنا اتفقنا عليها دي بتاعه الطاقه الضوئيه او حديه اللون اللي احنا اتفقنا عليها دي. هتبدأي طب والحاجات دي موجوده في اي مكان؟ اكيد سما هتسأل دلوقتي الاقي فين الجهاز ده. بصي هو موجوده بس مش في كل الاماكن طبعا. طب اسمه جهاز علاج بالطاقه الضوئيه واحديه اللون. الطاقه الضوئيه واحديه اللون يا سما، علاج الجهاز ده اسمه الطاقه الضوئيه واحديه اللون. طبعا احنا كمان هنكتب يعني عنوان الدكتوره والمركز وكل حاجه على صفحتنا على الفيسبوك، لان ما نقدرش نقولها عشان يبقى اعلان لو قلناه. تمام يا سما. تمام. معلش بس اخليه سؤال تاني. اتفضلي. بالنسبه يعني عشان موضوع الحمل والسكر اللي عندي. طيب. الدكتوره دلوقتي قالت السكر يعني لازم تنظم في الاكل والاكل. طبعا احنا بنمشي نظام غذائي مع البرنامج اللي احنا قلنا عليه ده. مسويات يعني. والدكتور لسه من شويه دكتور النساء قال ان لازم الفتره بتاعت اول 3 شهور الست تاكل وتتغذى وكده. تمام. فدي برضه انا مش عارفه اوفقها، منين اكل عشان الحمل ومنين ما اكلش عشان السكر. لا، انت بس فاهمها غلط. هو الدكتور قال دايما اول 3 شهور بيبقى فيه وحم ووخم والست عايزه تنام، فغصب عنه الجنين بيتغذى بعيد عنها، يعني بيبقى ليه غذاء خاص جاي من ضغط الدم. لكن برضه قال ان
التغذيه السليمه مهمه. ما انت مش عشان عندك السكر فانت مش عارفه تاكلي لا خالص. هو الغذاء بس متوازن وتاخدي الدواء في مواعيده مفيش اي حاجه هتحصل لك خالص. لا هو انت لو انت مريضه سكر بصي يا سمك بتمشي على نظام غذائي ما يبقاش ياثر على السكر وفي نفس الوقت ما ياثرش على الجنين. بتتابعي برده مع الدكتور ينظم لك ايه نوع الاكل. شكرا على تليفونك يا سما وان شاء الله تقومي بالسلامه وتابعي رجليكي وما تطنشيش وما تهمليش. النهارده حلقتنا عشان انا كان نفسي اسمي المنشات بتاع الفقره ما تطنش وما تهملش طبعاً. ما تعرفش اضراره ايه. طيب يبقى احنا اتكلمنا اهو يعني سما مثلا قالت رجليها بتلسعني. ما احنا قلنا بقى تنميل يعني شوفي كل واحد يقول لك انا منمل انا بيلسعني انا ما اعرفش يعني كل واحد بيحسها كده معناها ان احنا بدانا في التهاب الاعصاب. هي تايب 1 دايابيتس اللي هو النوع اللي بيجي اللي هو في النوع الاول مش الدرجه النوع الاول دايابيتس النوع اللي بيجي في السن الصغير تمام. وفي النوع الثاني النوع الاول بيبدا يظهر متاخر بتقولي كان عندي بقالي كذا سنه 15 سنة تقريبا قالت دي بيجي بيبدا ظهور العلامات متاخر شويه في تايب 1 اللي هو بيجي لهم وهم صغيرين. لكن تايب 2 بيبدا يظهر ممكن يظهر مع بدايه المرض. وفي ابحاث علميه قالت انه بيبرسيد الاونست يعني ممكن قبل ما يجيله سكر يعني هو لسه عنده استعداد يجيله سكر يبدا العيان يشتكي من تنميل في رجله يعني التهاب الاعصاب الطرفيه دون في تايب 2 ساعات بيجي معاه وساعات بيسبقه او بيبقى ايرلي قوي قوي يعني بيبقى يعني ده بيبقى مؤشر نقدر نقول مؤشر او ضوء اخضر خلي بالك طالما انت عندك السكر. انت في طريقك للسكر او طالما انت عندك سكر اللي هو بعد سن ال40 طالما انت عندك سكر فاحتمال كبير نحط دي يعني از فيرست كده ان لان يعني فعلا في ناس في ناس بتشتكي جدا من رجليها وتنميل وبعد كده يروح للدكتور يقول له اعملي تحليل سكر ما لقيش عنده سكر. لكن يعني احنا عرفنا بقى ان في وارد كمان ان جينا اعراض التنميل بتاع طيب اعراض السكر ساعات بيبرسيد الاونست بيبدا قبل بدايه اصابتي بالسكر قبل الاصابه بالسكر او تزامنا معه يعني ممكن او تزامنا معه في نفس التوقيت اللي هيجي لي فيه سكر. يعني طب رجع لنا استاذ عصام. الو ايوه استاذ عصام استاذنك تعلي صوتك. نعم بس الدكتوره من فضلك بس اتفضل. هل الجلطات اللي بتيجي في الرجلين او الايدين ليها علاقه بالسكر يا فندم؟ انا بس مش سامع حضرتك كويس علي صوتك. الجلطه اللي بتيجي تعدك بس ليها علاقه بالسكر يا فندم؟ الجلطه ليها علاقه بالسكر. جلطه فين؟ في المخ ولا في الرجل ولا في لا في الرجل يا فندم في الرجل عند في الاورده. جلطه في الرجل. طب حضرتك عملت تحليل عارف في سكر او مفيش؟ انا السكر عندي فاطر بيجي 190 او 195 وصايم بيجي حوالي 130 او 120 معايا كل مره كده. كنت باخد دي ماكرون كنت باخد الحبايه كانت تيجي بعد ساعتين ثلاثه من المستعمله تعمل لي دوخه جدا جدا فبطلت منعتها خالص باخد السلوفاج بس اللي هو بعد الاكل اللي هو ال 500 او ال 1000 اللي تاخده. تمام سؤالك واصل. طيب في سؤال عايزه تساله يا دكتور؟ لا تمام. طيب شكرا استاذ عصام. هو بيسال الدي في تي اللي هي الجلطه اللي بتيجي في الرجل ليها علاقه باني انظم السكر ولا لا؟ بص هو التهاب الاعصاب الطرفيه ليه علاقه بس طالما في مشكله في الدوره الدمويه في الجزء ده وارد طبعا ان يكون ليه علاقه بالموضوع ان هو عنده سكر ده وارد ان هي تحصل. ممكن ده يكون سبب من اسباب الدي في تي. طب خلينا بقى يعني يمكن عصام دخلنا برضو النقطه مهمه ان احنا نقولها دايما مرضى السكر احيانا بيجي لهم جلطات في رجليهم احيانا بيجي لهم يعني انسداد تام تحس ان في دوالي زرقاء جدا تلاقي الجسم القدم مورمه وعامله زي هضاب يعني ده برضو بيبقى من السكر. وازاي الرجل بتوصل للمرحله دي؟ ما هو المرحله دي بدانا بالتنميل بدانا نسيبها العيان او اي حد طبيعي اكتر الوقت مدلدل رجليه وانت عندك الاوعيه والاورده مش شغاله على كفاءه عاليه تمام. وعيان السكر مش بس الدوره الدمويه الدقيقه اللي بيبقى فيها مشكله السيستميك كمان اللي هي العامه برضو بيبقى فيها مشكله يعني مشكله كبيره كل ده فيه مشكله. فطبيعي ان انت مع حتى من غير ما يعمل حاجه مع الديبندنت بوزيشن اللي هو بتاع الرجل واحنا قاعدين مدلدلين رجلينا هيبقى فيه عرضه ان الرجل تورم ده هيبقى وارد. الاوعيه الدمويه الصغيره دي اللي هي بتظهر زي دوالي ده برده هيبقى وارد مع الوقفه الكتير وان هي مدلدله رجليها برده في وضع الجرافيتي في وضع مع اتجاه الجاذبيه. ناخد ليلى. الو ايوه مساء الخير. مساء النور ازيك يا مدام ليلى. ازيك يا حبيبتي ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا اتفضلي. بصي يا حبيبتي انا عمري 67 سنه وعندي سكر تقريبا من 15 سنه وباخد اقراص ماشي عليها
بس انا من سنه تقريبا حسيت ايدي الشمال فيها رعشه بسيطه والاطراف بالذات دلوقتي زادت الرعشه، وتقريبا بقي من تحت الشمال ده يعني بقي دقني من تحت برضه فيها الرعشه دي. هل ده مضاعفات سكر ولا روح مخ واعصاب ولا اعمل ايه؟ طب عايز اسالك سؤال، في حاجه في رجليكي؟ لا رجلي عاديه بس يعني فيها ساعات وتنميل بسيط ويفك تنميل بسيط كده، وساعات بتجيني كرامبات وفي النوم في السمانة في الاثنين. كرامبات في الاثنين. ضرب أدوية وكده لأن باخد أدوية كوليسترول وضغط وسكر وكده يعني. طب أنا أعمل إيه؟ أروح لدكتور مخ وأعصاب عشان الرعشة بتاعت بقي وإيدي لا إرادية كده، إيد واحدة. هتحتاجي أعمل إيه؟ تمام هقول لك حاجه، هتحتاجي تعملي رسم اعصاب على الايد والرجل الاول نشوف سرعه توصيل العصب عندك اخبارها ايه، وبناء على نتيجه رسم الاعصاب اللي انت هتعمليها هيتحدد بقى القرار. شكرا يا مدام ليلى على تليفونك. بس هي فعلا ابتدت بتنميله فلازم تروح بقى تلحق. بس انا احتاج رسم اعصاب برضو على الايد وعلى الرجل عشان نشوف الرعشه دي، هل العصب بقى احنا قلنا ان هو بيبدا ياثر على الاحساس وممكن بعد شويه ياخد الموتور كمان اللي هو الحركه. فهي هل الرعشه دي سببها ضعف في العضلات؟ احنا عايزين نعرف بس احنا في انهي مرحله. بس انا بقولها يعني انا بشكرها لانها ماشيه واضح ان مواظبه على الادويه، لان اللي عندها من 15 سنه و67 سنه يعني بقى 50 لا سنه. لا كويس، هي واضح ان هي ماشيه كويس، وكمان كويس ان هي لاحظت الاعراض. أيوة دي بدري بالظبط. لا يعني كويس ان هي كويس ان احنا نبتدي نفكر يبقى عندنا وعي وادراك ان احنا خلي بالنا في حاجه وجعاني في حاجه بتنمي، لان كنا زمان بنسكت على الموضوع. لا والموضوع ده بيؤدي لمشكله. في بقى حاجه كويسه كمان في العلاج في الامر دون، ان هو ان انت بتعملي الجلسات دي التاثير بتاعها بيفضل قد ايه وبفضل اعملها قد ايه؟ احنا قلنا على حسب الحاله من شهر لثلاث شهور. تمام. التاثير بتاعها بيفضل معاكي على الاقل سنتين. سنتين كاملين الدوره الدمويه كويسه، يعني علاج لمده سنتين. سنتين ما تساليش في القصه دي. طب ده حلو قوي. ما لم يحدث حاجه يعني ايه طارئه مثلا، حد اتعور، حد حاجه حصلت لحاجه زي كده يعني، لكن بعد الجلسات دي انت الافكت معاكي مستمر لمده سنتين. طيب احنا على الاقل احنا وقتنا جري بسرعه جدا جدا، بس انا كنت عايزه اتكلم عن النصايح يعملوا ايه. طبعا عارفه لازم يلبسوا حاجه في رجلهم في البيت. تمام. والحاجات دي كلها، بس احنا هنكتب لكم كل النصايح العامه دي على صفحتنا على الفيسبوك. خلوني اشكر ضيفتنا الجميله اللي كانت موجوده معانا النهارده الدكتور رانيا السيد استشاري العلاج الطبيعي وسمنه بطب قصر العيني. شكرا يا دكتور، نورتينا بوجودك وبمعلوماتك القيمه. شكرا يا دكتور. مشاهدينا خلصت حلقتنا، لكن اشوفكم بكره على خير، وكل يوم معاكم لايف كلينك من الساعه 2 للساعه 3. كانت معاكم النهارده ايمان مختار، ودايما معاكم على قناة النجوم ناي لايف.